الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال في آخر إحصائية ليه إن عدد الشقق المغلقة هم 1,000,000 وحدة سكنية. طيب مغلقة بمعنى إيه؟ يعني الغلق ده ليه حالات متنوعة، زي اللي أغلق الشقة ومثلا خد شقة تانية، طبعا خدها بقى تمليك، خدها عن طريق مبادرة تمويل عقاري، عن طريق وزارة الإسكان، اشترى شقة تانية، خد أرض، يعني خد قطعة أرض سواء من الإسكان أو اشترى أرض قطاع خاص وبنى بيت. المهم ان هو في اخر الوضع ان هو قافل الشقة بتاعته وقاعد في شقة تانية هو بقى واولاده، والشقة دي عشان هي بإيجار، طبعا يعني إيجار زهيد، إيجار بخس جدا، ما هوش فارق معاه في حاجة ولا ليه اي اعتبار هذا الموضوع بالنسبة له. الدكتور وليد جبرله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع اتكلم في هذا الموضوع على برنامج على قناة دي ام سي، واتكلم على هذا الموضوع، قال ان 1,000,000 شقة سكنية مغلقة بالفعل، ومش عارفين يعني يمكن لو الشقق دي رجعت للناس بالفعل ايه الضرر في كده. يعني انا دلوقتي اوكي انا عندي شقة وقافلها في وسط البلد، وفي نفس الوقت مثلا انا شاري ارض وبنيت بيت وقعدت فيه انا واسرتي واولادي، طب الشقة دي انا قافلها ليه؟ طيب اوكي انا خدت شقة تانية وبرضو قافل شقتي في منطقة تانية، المشكلة هنا الشقق دي مقفولة ليه، وايه المانع وايه الضرر ان يتم استصدار قانون واستصدار قرار بقانون بتشريع بعودة هذه الشقق الى اصحابها، ما دام هي مقفولة. مقفولة معناها ان انا مش بستنفع بيها، مقفولة معناها ممكن يكون المالك اللي اتعاقد على هذه الشقة اللي هو مثلا الاب، او يعني عند بداية التعاقد يعني مثلا توفاه الله واصبح في ورثة ليه وقافلين الشقة طبقا للعقد اللي بينهم. طب هي ليه أصلا الشقة مقفولة؟ فعلشان كده احنا النهارده هنتكلم عن الموضوع الخاص بغلق الشقق، وهنتكلم برضو عن بعض النقاط المتعلقة في هذا الموضوع، وناخد كده رأي الدكتور طبعا وليد جبلة اللي اتكلم في هذا الموضوع باستفاضة كاملة، وكان واضح وصريح في بعض النقاط المهمة جدا جدا، عشان كده انا حابب نتكلم فيها مع حضراتكم بشكل ايه يعني في أريحية شوية. هنبدأ كده، أشار إلى أن هناك 1,000,000 شقة مغلقة ولن يدار أحد عند عودة الشقة أو الشقق المغلقة إلى أصحابها. طيب أما الشريحة الفقيرة التي ليس لديها قدرة على دفع إيجار وفقا للتعديل الجديد، فيمكن للدولة أن تدفع نيابة عنها من خلال إنشاء صندوق جديد مخصص لذلك. أما الذين يرتبطون بالشقق السكنية بسبب الذكريات، فإن إلغاء توريث الشقق المؤجرة ينهي هذه المسألة. هنا دكتور وليد اتكلم في 3 حاجات، اول حاجه كان في اللي هي خاصه بالشقق المغلقه، النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها انشاء صندوق خاص بالشريحه الاولى بالرعايه او اللي هي محدوده الدخل اللي مش قادره لو هتطلع من المكان بتاعها او الايجار هيزيد عليها ما تقدرش تتحمل الفرق ده. طب فكره انشاء الصندوق دي معناها ايه؟ يعني الدوله تنشئ صندوق، الصندوق ده يكون تمويله من الضرايب، من اموال الضرايب العقاريه. احنا عارفين الوحدات السكنيه، قصدي الشقق، المكاتب التجاريه والمحلات التجاريه بتدفع ضرايب عوائد طبعا عن هذه المكاتب والمحلات، طبعا بتدفعها في صوره الايجار للمالك، والمالك بدوره بيدفع بعد كده. طب ايه يعني انت هنا النهارده ما تنشئ اصلا هذا الصندوق، الدوله مش هتتحمل حاجه، اذا جايه التمويل هيجي من اموال الضرايب العقاريه. ده بالنسبة للناس اللي هي لو هي غير قادرة أو اللي هي الأولى بالرعاية، علشان لو خايفة من هذا الأمر الدولة نفسها تبدأ تتحمل هذا الفرق وهذا العيب وتشوف لهم حلول. كمان الصندوق ده ممكن يقدم حلول تانية للناس دي، وطبعا من أهالينا، ومثلا زي المبادرة اللي شغالة دي ممكن يعرض عليهم إن هو المبادرة مثلا مقدمها 25,000 و30,000 جنيه، ممكن الصندوق يشجع الناس ومن أولى اللي هم من أولى بالرعاية ويقدم لهم في هذه المبادرة، وطبعا هم بعد كده بقى يكملوا مشوار الاقساط ويبقى عندهم شقه ملك بدل من الايجار. الجزئيه الثانيه اللي اتكلم فيها دكتور وليد خاصه بالذكريات، يعني بيتكلم على ان صاحب الشقه اللي هو متعاقد على الشقه في الاصل ده توفى، واصبح بقى الابناء 4 5 ابناء، ولد واحد منهم هو المتعلق بهذه الذكريات وبيحب يتمسك بهذه الشقه، لان من الطبيعي يا جماعه ان الورثه مش كلهم بيقعدوا في نفس الشقه، واحد في الاخر هو اللي بياخدها والباقي مثلا بياخد شقق بره بيسكن بره. فبيتكلم في الجزئيه دي، بيقول لك ان الغاء التوريث بشكل عام ينهي الموضوع ده، الغاء التوريث للشقق ينهي هذا الموضوع.
لو نيجي بقى نتكلم عن الجزئية اللي فيها عنوان المقال اللي هو خبير قيمة الإيجار 22.5% من دخل الأسرة، بينما طبعا قسط التمليك بيبقى 22%. المقصود بهذا العنوان إيه؟ إن هو هنا بيتكلم إن قيمة الإيجار بتبقى 22.5% طبعا من دخل الأسرة. لما انت لو حضرتك هتاخد شقه تبع اي مبادره تمويل عقاري او ادارة الاسكان، بتكون النسبه اللي هتدفعها بتبقى 22%، ده قسط لشقه انت هتبقى بتاعتك بعد، سواء بقى هتاخدها تسليم فوري او سواء هتاخدها بعد مثلا 3 سنين. يعني المبادره اللي شغاله حاليا بتدي في شقق تسليم فوري، ده طبعا لمحدود متوسط الدخل، وفي كمان شقق بتسلم بعد 3 سنين، حضرتك بتدفع المقدم بتاعها وبتدفع حاجه اسمها جديه حجز طبعا اللي هو المقدم بتاعها، وبعدين بتدفع حاجه اسمها اقساط ربع سنويه، ده طبعا متوسط الدخل. وبعد كده بتستلم بعد 3 سنين بتكون دفعت اقساط، بتدفع اقساط لحد ايه 30 سنه او حسب عمر حضرتك. يعني المقصود من الكلام ان انت ممكن بدل ما تدفع 22.5% طبعا يعني من قيمه الدخل، ده بالنسبه للايجار الجديد، لما تدفع انت 22% من هذا المبلغ وبس يبقى قسط. طبعا ده كان كلام الدكتور وليد جاب الله في هذا الموضوع. دكتور وليد برضو اشار برضو الى ان برضو ان في بعض النقط التانية زي مثلا المشاكل بين المالك والمستاجر، مين اللي عمل المشاكل دي؟ القانون الحالي هو اللي عمل المشاكل دي. طب القانون عملها ازاي؟ القانون لما تم تشريعه ما القانون ما كانش يعني بيستهدف التطوير طبقا للتطور اللي بيحصل. لما حصل يعني تحرر اقتصادي وسنة 52، وطبعا الدولة طبعا تدخلت وطبعا زودت الإيجار كذا مرة، وبعدين عملت لجنة وثبتته، الوضع بعد كده اختلف والدنيا طبعا اختلفت، بقى في حصل يعني تطور أو تحرر اقتصادي في كل شيء. كان في حاجات بتتباع بالتسعيرة الجبرية، الحاجات دي بدأت فضلت تتباع لفترة معينة لحد ما بدأ يحصل تحرر من كل شيء الا قانون الايجار القديم لم يتغير ولم يحدث له اي تاثير او حتى تدخل الدوله في هذا الموضوع. الدوله المصريه النهارده بتعالج قانون يعني تراكم يعني لعشرات السنوات، واصبح مشكله من اكبر المشاكل اللي انا بسميها يعني في رايي الشخصي انا مشكله القرن بالنسبه لمصر، اللي ان شاء الله باذن رب العالمين الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخله فيها هيحل هذه المشكله. وطبعا الجمله الشهيره بتاعته هخليكم تتكعبلوا في الشقق، ده بيشير الى ان الدوله تدخل الدوله بانشاء طبعا وحدات سكنيه في مختلف المحافظات، سواء مدن جديده او في القاهره او في الجيزه في قلوبيه في المحافظات بشكل عام، هنا الدوله هتبدا تعمل زياده المعروض علشان ما يبقاش فيه يعني زي زمان كده. هنرجع يا جماعه للموضوع ان هم يبخروا الشقق علشان عشان تتاجر، لا، الدوله الفكر بتاعها ان هي مش عاوزاك تبقى اجار بس، عاوزاك تبقى تمليك، عاوزك تبقى صاحب وحدة سكنية، عاوز بقى تورثها، عاوز تأجرها، دي حاجة ترجع لك انت مفيش مشاكل. هنرجع لجزئية أخيرة في موضوع المليون وحدة سكنية اللي هم أو مليون شقة اللي هم مغلقين. طيب هنا عندنا في نقط فيها زي مثلا لو مغلقة طبعا لغير غرض السفر، يعني الدولة تبدأ تتحرر من هذا الموضوع، لو الشقة دي مقفولة وصاحبها مش مسافر اوكي بقى انت ايه المشكله ما يعني يتم يعني ارجاع لصاحبها. طب لو برضو ما لو مقفوله لنفس المده 3 سنين ولكن تم يعني استصدار مثلا تصريح بناء باسم بقى الزوج والزوجه او الجزء، يعني هذا المستاجر طلع تصريح بناء ومثلا بنى بيت او باسم زوجته باسمه هو ايا يعني كان بقى، المهم ان هو بقى عنده وحده سكنيه او عنده ملك خاص، برضو الشقه دي يتم سحبها وترجع للمالك صاحبها. مش من المعقول يا جماعه ان الشقه تبقى مثلا في منطقه زي الزمالك مثلا ثمنها مثلا يعني 10 15 مليون جنيه وبتتاجر ب 15 جنيه و20 جنيه. حتى لو زودنا القيمه الايجاريه 200%، لو هي عامله 20 جنيه 200% هتبقى كام؟ هتبقى 60 جنيه. برضو بعيده بعيده بعيده. طبعا الحل في هذا الموضوع زي ما قال الدكتور وليد جاب الله، قال تقسيم القانون دوت الى يعني تقطيعه بمعنى اصح، وتقسيم الناس الى شرايح. يعني انا مش هعامل الشريحه يعني هعامل مثلا شريحه اللي هي مثلا متوسط الدخل او اللي هي مثلا مع اللي هي اولى بالرعايه، ابدا افرق بين الشرايح دي علشان يعني يبقى في توازن في الموضوع.
لكن في الاول وفي الاخر طبعا في خط احمر الرئيس عبد الفتاح السيسي قاله ان احنا مفيش حد يطرد من مسكنه، ولكن يبقى في حلول بديله. مليون واحده سكنيه مقفوله مغلقه، ده رقم كبير جدا جدا، حاجه مش ما يستهانش بيها. هي السؤال اللي انا بطرحه على حضراتكم، تسيبوا الاجابه في التعليقات، اصحابها قافلينها ليه؟ يعني انت كصاحب شقه قاعد في شقه تانيه ملك، انا مش بهاجمك، بس انت رد عليا، قافل شقتك وقاعد في بيتك، قاعد في شقه تمليك، قاعد في شقه تانيه، قافل الشقه دي ليه؟ طب انت قافلها مثلا لفوق التلات، لاكتر من 3 سنين، لعشر سنين قافلها، تدفع ايجارها، نعم ايجارها ضعيف جدا، بس انت قافلها ليه؟ انت كده مش محتاجها، بنص القانون فوق ال3 سنين مش محتاجها. هيتم سحبها، مقترح قوي جدا من الدكتور وليد جاب الله، ان شاء الله المطروحات تخرج للنور. وطبعا ما يعني احنا مش عاوزين نكون ضد حد، سواء مستاجر او سواء مالك، لكن الحق حبيب الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده فعلا يعني انا مستغرب له، يعني ما تلاقي عنوان كده على مقالة وتلاقي حلقات في هذا الموضوع، يقول لك مليون وحدة سكنية مغلقة، مليون شقة مغلقة. يا جماعة رقم كبير جدا. طب انت قافلها حارم صاحبها ليه منها؟ طب ما انت ما تفوتش مع صاحبها ليه، وسبتها مثلا بأي وسيلة، وسبتها مثلا من سنين السنين كان استنفع بيها هو. انت قافلها ليه اصلا وقاعد بعيد عنها ليه؟ في ناس هتقول لك ما هو الشقة دي احنا واخدينها زمان كانت مثلا ب 100 جنيه، نفترض يعني كانت مبلغ ماشي، النهارده ال 100 جنيه انت بتتكلم فيها، لما ما تعملش حاجه، مش انت مش هتعاقبه بال 100 جنيه دي، انت مش هتفضل يعني طول عمره تعاقبه بيها. صدقني لو انت مطرحه مش هتقبل الوضع ده. على فكره انا لا مالك وانا مستاجر، انا قاعد في ملكي، يعني قاعد في شيء ملك ماشي، فانا بشوف نفسي مكان الناس دي. ف يعني طبعا انا والله ما ضد المستاجر، لكن انا ضد الظلم، الظلم على الطرفين، المستاجر الاولى بالرعايه اللي هو غير قادر، الدوله تتدخل عن طريق انشاء هذا الصندوق اللي في البدايه، اللي هو طبعا بيتجمع اموال علشان تحمي الناس دي. لكن اللي هو قادر وقافل شقته، يعني شقه مثلا قافلها وقاعد مثلا، يعني شقه مثلا في وسط البلد وقاعد مثلا في مكان تاني، طبعا المفروض القانون ده بينزل يعرف هو قاعد فين، وقاعد في ملك ولا في ايجار، شقه تبع الدوله، تبع واخدها من اسكان، شقه واخدها خاصه، باخد ارض وباعها، يبدا يتتبع هذا الموضوع ويصاحب هذه الشقه. مليون شقه لو اتاخدوا وتم ارجاعهم لاصحابهم وطرحهم في السوق تاني، ده فايده كبيره جدا على اصحاب العقارات وعلى الدوله ايضا برضه، لانها تتاجر بشكل جديد، هيبقى فيها دخل برضه لاصحاب الدوله واصحاب العقارات، السوق العقاري هينشط، الوضع هيختلف كمان. طبعا مع دور الدوله في الاسكان اللي بتقدمه، لو انت مش قادر، من الناس اللي هي غير قادره، الدوله هتساعدك، الدوله هتساعدك. اتمنى الناس تفهم رسالتي وما تاخدش ان انا بهاجم حد على حساب حد، انا لا ليس لي اي توجه، انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بما يرضي الله. مليون وحده سكنيه قفلهم او خلقهم بجد حرام، انا مش قادر افهم. مش هفتح في مواضيع تاني النهارده في الحلقه غير الموضوع خاص بالمليون شقه المقفولين دولت من قبل اصحابهم، ويخلينا نتكلم في الحلقه الجايه عن الشقق اللي هي طبعا مؤجره غير غرض السكن. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.